الاخبار ده موعد مقدس في شغل الاخبار. بدنا نخرج اسمها تنزيل الاخبار قناه تنزيل الاخبار. نخرج لمتابعه نظره موجزه على تطورات الاحداث مع زميل فوزي جدله. بعد موجز الانباء نواصل الحوار الذي بداناه منذ قليل. السيدات والسادة، تحية لحضراتكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. بدأت عمليات فرز أصوات الناخبين المصريين في الخارج على مشروع الدستور في تمام الساعة 9 مساء حسب توقيت كل دولة، على أن تعلن النتائج قبل الساعة 9 من صباح 15 من يناير الجاري. وأدلى حتى الآن 94 ألفا من أبناء الجالية المصرية في 138 بعثة بأصواتهم. ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن عملية التصويت تسير وسط أجواء هادئة على الرغم من بعض المحاولات لعرقلتها. من جانبها نوهت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنها تتوقع أن يشهد اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، نظرا لكون اليوم الأخير للتصويت، بالإضافة إلى أنه يوم عطلة في العديد من دول العالم. تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة لاستعراض ترتيبات عملية الاستفتاء على مشروع الدستور. المؤتمر يتناول الإجراءات والاستعدادات لعملية التصويت في الاستفتاء على الدستور للمصريين في الداخل المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. انتهى اللجنة من توزيع نحو 13,867 قاضيا للإشراف على قرابة 30,000 لجنة انتخابية فرعية. ويجرى الاستفتاء من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة. وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. دعا الرئيس عدلي منصور جموع المصريين للخروج يومي 14 و15 من يناير للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور. وأكد منصور في خطابه بقصر الرئاسة بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور لفيف من قيادات الدولة أن إقرار الدستور سيمهد الطريق لخطوات جادة وحقيقية على طريق الديمقراطية وتحقيق استقرار الوطن، حيث سيعقب استحقاقات أخرى. ونعاهد الله أن نكون على دربه القويم، أن نقتدي بآدابه وأخلاقه. أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشدد بموجبه عقوبة جرائم تكرار التصويت في الانتخابات والاستفتاءات لتصل إلى السجن من 3 أعوام إلى 15 عاما. وأوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المادة رقم 49 المشار إليها كانت تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. وأضاف أن لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. أشاد الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجاهزية القوات المسلحة التي ستقوم بتأمين الاستفتاء على الدستور والاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة. وأكد السيسي خلال تفقده للاستعدادات النهائية لوحدات القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشاركة في تأمين المقر واللجان الانتخابية أن أمن مصر وسلامتها يكمن في قوات مسلحة قوية مستعدة لبذل الجهد والتضحية لحماية إرادة الشعب المصري. واطمأن السيسي على جاهزية القوات القتالية والمهارية العالية التي تؤهلهم لتنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين الشعب المصري خلال عملية الاستفتاء على الدستور. وأكد السيسي أن القوات المسلحة ستقوم بتأمين الاستفتاء بالتعاون مع وزارة الداخلية. قررت محكمة جنايات القاهرة
تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وبقية المتهمين في القضية إلى جلسات 8 و9 و10 من فبراير القادم للاستماع إلى الشهود في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 من يناير والقضايا المتعلقة بالفساد المالي والتربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. واستمعت المحكمة إلى شهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والعقيد أركان حرب أيمن فهيم أحمد ضابط الحرس الجمهوري في نهاية حكم مبارك. مشاهدينا انتهى الموجز، والآن عودة لمتابعة فقرات من القاهرة والزملاء إرهام رجائي وأحمد عتابي في أمان الله. أهلا بكم مجددا، ومباشرة نعود مباشرة لفضيلة الدكتور علوي أمين. جناب القمص، لدينا الأسباب التي تدفعه للتصويت، نعم، وأعلم أن فضيلتك أيضا لديك من الأسباب، ولكن جزئية بسيطة لابد من توضيحها للسادة المشاهدين. فضيلتك رفضت الخوض في تفنيد فتوى شيخ القرضاوي وقلت هو رأيه وهو حر فيه، ولكن دعني أطرح عليك بعض ما يستند إليه أصحاب هذا الرأي في فكرة تجريم الخروج للإجراء للصوت في الاستفتاء. يرون أن مشروع الدستور محل الاستفتاء ينزع من مصر هويتها الإسلامية، بل به من المواد ما يذهب أبعد من ذلك أنه يخالف شرع الله أو يعني يقدم أمورا لا يرضى عنها الشرع كالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وكل هذه الأحاديث التي فضلتك أعلم بها مني. يعني فهنا لابد من الرد بشكل أوضح. أنا هفتح الدستور وهقرأ. نعم، لما بيتكلم في مقدمة الدستور في الديباجة بيقول ايه بقى؟ وأين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام وآله للناس كافة يتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا بنور الإسلام فكنا خير أجناد الأرض في سبيل جمهورا في سبيل الجهاد في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين والله وفي العالمين، مش في مصر بس، دي في دباجة الدستور. في الدباجة. أجي بقى المادة الثانية، الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر، كان هناك زمان كانش الالف واللام موجودين، كان مصدر رئيسي للتشريع يبقى واحد، مصدر واحد. لكن بقى المصدر الرئيسي للتشريع يبقى جمعت كل القوانين تحت مبادئ الشريعه الاسلاميه وزدت عن قانون 71 و12 الف لام هنا والف لام هنا فجمعت الجميع. بعد كده اجي في الماده السابعه الازهر الشريف، وخد بالك هنا بقى في ماده الازهر الشريف دي كلام جميل جدا، هي اسلاميه علميه مستقله اختص دون غيره بالقيام على كافه شؤونه، وهو المرجع الاساسي في العلوم الدينيه والشؤون الاسلاميه، وتولى مسؤوليه الدعوه ونشر علوم الدين واللغه العربيه في مصر، حط خد بالك من الجهه دي، والعالم. عالميه الازهر تؤخذ من هنا وليس هذا فحسب. الدولة تكفل كل مصروفات هذا الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. هذه واحدة، ولو قعدت أمسك الدستور من بدايته من الدواعي 247 نعم هقول لك حاجة بسيطة جدا، أنا مستعد عشان مادة رقم واحد في الدستور بقول للناس يقروا المادة رقم واحد يعرفوا هي ليه انحطت وليه هم منزعجين. نعم. الذين لا يعرفون وطنا ولا يعرفون حدود الوطن منزعجين جدا، لانهم كانوا عايزين يتنازلوا مش عارف فين وفين وفين وفين، خلافه اسلاميه وتضيع مصر في الوسط، ما بقاش لنا هويه، لا هويه قوميه ولا هويه دينيه ولا حاجه خالص. اسمع كده، جمهوريه مصر العربيه دوله ذات سياده، لاحظوا الكلمة اللي هقولها بعد كده، موحدة عظيم لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها
ما تنزلش للسودان عن حلايب ولا مش عارف ايه, وتنزلش وتنزل فلسطين عن 700 كيلو, ما تتنزلش. لا رئيس الجمهوريه يقدر ولا اي مخلوق في الوجود يقدر. بلدنا نحافظ عليها, بلدنا مستقبلنا ومستقبل ولادنا. تعالى بقى نظام جمهوري ديمقراطي يقوم على اساس المواطنه وسياده القانون. لو انا جبت دستور المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وثيقه المدينه على ساكنها افضل الصلاه واتم السلام واله, هشعر بالدوله التي ارادها رسول الله. كان فيها مين ومين؟ كان فيها مسلمين ونصارى مسيحيين ويهود. نعم. الرسول لما عمل الوثيقه دي جمع دول كلهم تحت بند المواطنه. نعم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هم افضل منه؟ لا معاذ الله. هذا الدستور لا يساورني فيه شك. ولقد اجتمعت هيئه كبار العلماء من ازهرنا الشريف وكلهم فوق 70 عاما من اعمارهم, فليقبلون في اخر زماننا ان نقول للناس هذا دستور جيد ودستور ممتاز واول الدساتير. نعم. منذ لائحه محمد علي باشا ومرورا بالدستور 23 و30 و36 52 و55 و56 واذا سمحت لي الازهر نفسه اكد انه ما كان لعلمائه ان يشاركوا في عمل. انا بقول لك يعني لا يمكن, لا يمكن سبحان لا يمكن لنا, وانا بقولها بوضوح, والله الذي لا اله غيره لو وجدت فيه اعوجاجا لقلت هنا اعوجاج, ولكن هذه مبادئ نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدولة. ويكفي تلتزم الدولة تلتزم الدولة تلتزم الدولة تلتزم الدولة. لأول مرة دستور يلزم الحاكم أمام المحكوم ويضع كلهم في نصابه. يا سيدي الفاضل انظر لاختصاص رئيس الجمهورية في هذا الدستور, لم تصنع دكتاتورا ولم تصنع فرعونا مرة ثانية. انظروا للمواد التي تحدث فيها عن الاقتصاد, لأول مرة يتحدث الدستور عن الاستثمارات الكبيرة والصغيرة. خد بدأ ب 37 و 38 و 39 و 40 لحد مادة 50, تشعر انك انت قدام اقتصاد ينمو ويستقر. احنا كنا في الدستور 12 التأمين حق للدولة, هنا ما فيش حق للدولة اسمه تأمين, هرب كل المستثمرين. وانا هحط اموالي في مصر عشان بعد بكره تصدر. هي مواد كتير صعب ان احنا نحصيها للاسف. انا بقول لك انا مش عارف, لكن انا عايز اخد جمله فضلتك.